ده ما بسكت ما بسكت، ما في زول بسكت وما في زول بيتراجع. الناس دي يا زول خطنا واحد. الثورة دي لازم تحقق مطالبها كلها. الناس دي لازم تبني سودان جديد. السودان الناس اللي ناس الترس ناس عباس وكل الشهداء اللي ماتوا عشانه، السودان ده لازم الناس تحصله. الناس تلحق الاحلام بتاعتهم وتحققها. تحققها لنفسها وللناس اللي ماتوا ذاته. اسي الناس اللي ماتوا ديل، ماتوا هم خلوا لنا امانه في رقبه الناس وفي عنقنا نحن. انه هم حلموا انه البلد دي كلها تبقى حاجه واحده، وقدروا وحدوا الناس في الاعتصام من كل المشارب كل الاتجاهات ومن شرق غرب جنوب وريفر، عشان ما شبت لا 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 لافين في الميديا والناس اللي قاعدين برا تحس بيقول لك عنصريه ما عنصريه. الناس دي قدرت تتوحد كلها في مكان واحد في اعتصام القياده، بغض النظر عن انت جاي من وين ولا جاي من وين. عرفتها؟ لكن عشان النظام ما سقط، نفس الناس العنصرين ونفس الناس المجرمين ونفس الناس اللي كانوا بيشقوا في الصف في صف الناس عشان يطولوا فترة وجودهم في الحكم، هم قاعدين وبدأ يبصوا نفس الحاجات ونفس الحاجات ونفس المشاكل. بل زادوا لهم الكوم بتاع الحشرات الجاي من الخلا، جا خاشين معهم وزيادة كوم. والحشرات دل ليه كلهم هم الكلام ده، ما قاسي الزول معين، لكن أساليبهم وناسهم وحشراتهم كلهم هم ناس طير ساكت، كلهم ما في زول بيستوعب اي حاجه. الناس شنو هم في شنو؟ عرفت؟ الناس شنو وانت في شنو ذاك؟ الناس بيقول لك يا اخي دارين تغيير حقيقي، انت جاي تقول لي دار تصور هنا ودار تمشي لذاك وذاك شغال وفيات وعندك ملايين، عندك 500 ولا 600 الف زول، امشي عزي ديلك. الراجل فيكم يمشي عزي الناس اللي هناك، امشوا لناسكم اللي هناك. خليك انت ما عندكم جيش صح؟ امشوا بجيشكم ده، امشوا دارفور، امشوا عبدو ابدوا شغلكم. يقول لك قال نحن يا دوب لنا عشان انتوا كنتوا جارين، انتوا ما جايين سلام للناس، انتوا قاعدين سنه كامله قاعدين سنه وحاجه قاعدين بس مفاوضات، انتوا كنتوا جارين جايين جاي جايين جاي جري، خلاص ابدوا شغلكم. ثبت لنا انه سلامك وحاجاتك اللي عملتها دي صح، ثبتهم لنا، ثبت لنا انه انتوا جايين بنيه خير، جايين بنيه اصلاح، ثبت لنا الكلام ده. بس كلام فارغ ساكت، ناس طير ساكت. اول ما الناس يقول لك انت يا زلوي شغلكم ده شغل ني، وشغلكم ده شغل اخصائي، وشغلكم ده ما بيمشي قدام، والشعب ده مزمر، انا احنا دايرين نسقط البرهان ده عشان السلام حقكم الناقص ده، انت ذاتكم معترفين انه ناقص عشان نكمله. البرهان ده لازم يسقط، البرهان ده لازم يسقط عشان الجنجويد اللي خوفكم وقتلكم في قوزدنج ده، الجنجويد ده وانتوا ذاتكم كلكم نفككم، كلكم حشرة وجنجويتاي جنجويتاي، كلكم تخشوا في جيش واحد، يبقى جيش سوداني جديد بمفاهيم جديدة، وجيش مش عشان يطردوا شوية شماشة أثيوبيين شفتة مساجين وملاقيط وناس حرامية بتاع الحدود، حنبات ساكت يقوم يطردوا الجيش جيش كامل. عرفتها؟ الجيش ده يعني الهزيمة اللي قام من العصابة ده شغل أسود في جميل الشعب السوداني. عرفت؟ ده كل الشعب السوداني مش هناي، لانه جيش اسن الناس في الخارج بيشوف انه الجيش ده ممثل كل السودان. الجيش ده لو فاشل معناه نحن فاشلين، الجيش ده لو انهزم معناه نحن انهزمنا، والجيش ده انهزم في محلات كتار، واكبر هزيمه لو ناس وبناته اختصبوهم قدامه، اختصبوهم اجانب وهو مقتنع من الكلام ده، واولاده قاموا بكوا، بناته اختصبونا الجنجويد ده قدام القياده العامه. الجيش ده لابد ان يتم اصلاحه، واصلاحه ده ما بيبقى الا بناس البرهان ده اللي يفوتوا. اصلاحه ده البرهان ده قاعد والكباشي وياسر العطا والناس الرمم ديل الشياب ديل، الجيش ده ما بيتم اصلاحه الا الناس اللي يفوتوا. الجيش ده ما بيتم اصلاحه الا الرمم ديل يقدوا، الرمم ديل كلهم يمشوا عشان نقدر نحل الجنجويد، عشان نقدر نحل الملايش جاتنا جايه جديده. واي زول يجيب مليشي حقته، مش هم بس ملايش، الناس الشايله سلاح برا دي ما كلها ملايش. اي زول لما نيجي بجيشه عشان نبنوا جيش واحد، لكن نكون ماشيين ساكت كده بملايش كل قبيله عندكم. طبعا الكلام بتاع زول ده كل قبيله عندها حركه، كلام صحيح. كل قبيله هسه قاعد تعمل كلام بتقول انه عندهم استد، عندهم ولايه برم. عرفتها؟ كل قبيله بحركاتها دارتها. ده شنو ده؟ ده وين ده؟ ده في بياته فاهم ذاته ده بخش وين ده؟ كل قبيله كل حركه عندها، مش قبيله كلهم الناس الشعب كل قبيله عندها حركه. عرفتها؟ والناس دي والله يا اخي حمدوك مرات، يعني انا والله شفت اكون صادق مع الناس، حمدوك ده
انا ما قادر ما قادر لا قادر ما قادر نفكر معه ولا قادر اقول قيته، بس هو يسقط بس، والناس اللي معاه دول كلهم يسقط يمشوا، لانه هو ذاته خلاص احنا فترنا منه برود زي ده، احنا ما دايرين ذاته مدني عباس منو كلهم مجلسهم ده علينا زول، لان الثوره دي دفق الدم يا زول، ما داير الناس باردين زي ديل والناس ما معروف ماشيين ولا جايين، الزول ما بتقدر تفهم منه زي ما قال عمنا الدكتور محمد جلال هاشم، ما معروف بطيخه حمراء ولا بيضاء، ده كلام فارغ سك يا زول. السودان ده قدم اغلى ما يمتلك وداري يمشي لقدام، يا نمشي لقدام يا نرجع لورا، بس خلي ده فرقك. لكن اما انصاص وشغل بتاع مهادنات وشغل بتاع استفزازات زي ديل، ده كلام فارغ، ده ما بيقدمنا لقدام، ده ما بيبني لنا بلد، لانه الملاعج دي ما بتنحل، كل ما عمره طال كل ما وجودهم كل ما يصحوا كل ما يصبحوا يوم بيبقوا اقوى. اسحم ابتدى وقت جاء وقت جاء قبال ما يجي الاعتصام كان قدر شنو؟ كان حجمه شنو؟ حجم قوته قدر شنو؟ الليله ملايين مره مليون مره. فبالتالي نفس الملايش الثانيه برضه كل ما عمرها طال كل ما حتقوى زياده، وكل ما قوت يا ريت لو قوتها دي عشان يستخدموها يمشوا يحاربوا في الفشقه، قوتها دي كلها عشان يقتلوك انت بس، عشان ينهبوا حاجاتك انت بس، عشان يجي جبل عامر يقول حقي، وتاني ذاك اسي في ناس بيمشوا يقولوا جبل الطيور ده حقنا، عرفت بعد ما الجماعه دي بيمشوا يقولوا جبل الطيور حقنا، وفي ناس بيمشوا ما عارف ليه وين، انا ما اقدر اسمي عشان ما يقولوا انا قاصدهم هم، يلا الناس دي الملاش دي ما بينفع وجودهم بالصوره دي، ده خطر علينا كلنا وعلى بلدنا. الناس تفكر لازم نحل الجيش ده، نحل الناس البرحان اللي يسقطوا، ونحل نجيب الملاجئ دي كلها، النافع منهم كلهم يدخلون في جيش واحد، التشادي منهم ذات عرفت لو مش قال سوداني وقدر خلال وجوده بقى يخش معاهم في جيشهم ده، لكن الزول شاكين فيه تشادي ده تشادي عرفت، يكون في الجيش هاي لكن في محلات الزول اللي ثبتوا سوداني سوداني، ما عنصرية لكن كل الدول بتسوي نفس الكلام، في محلات تاعت توب سيكريت الا زول سوداني حقيقه حتى يخلوه يصل المراحل دي، يصل المكانات دي، تشادي اسرائيلي وات ايفر، تخش مش انت اسي جيش حميتي ولا جيش الجماعه ديل ولا جيش الطرد، مش انت مرتزقه وقعت اتفاق سلام خلاص كلكم جيش واحد، كله يخش في جيش سوداني وكلهم ياهلهم عشان يتعاملوا ويعرفوا بعد طبعا تاهيلهم ويدرسوهم القانون ذاته الكونستيتيوشن، يوروهم من هسي انه هم المواطن بتاع السودان انه مواطن مقدس، الشرطه هي من حقها تتعامل مع المواطن ده، انت كعسكري جيش ما عندك معاه علاقه، انت كعسكري جيش ما عندك علاقه بالمواطن الجوا ده، انت علاقتك في محل واحد، لو في خطر على الدستور الجيش هو اللي بيتدخل وهو اللي بيثبت الديمقراطيه والناس يمشوا لقدام، لكن اما الجيش عشان باستخباراته يجي يشتغل جوا ويجي يرهب الناس ولافي بطبنجته ولافي بسلاحه ولافي بدوشكته، قال لك جنجيت لافين في المدن زي يعني نحن عايشين في عمليات بس، عايشين في عمليات بس، يعني دي دولة شنو دي يا اخي؟ دي دولة شنو دي يا اخي؟ تشاد يرجع تشاد، والله يا قمر اسي خلاص اسي، لو قلنا تشاد الكلام ده بقى انا بالذات يعني في ناس عزاز عليه شديد بيجي بقول انت قصدت علان وقاصدني انا ولا بقول جات ولا بقول مالي ولا بقول يا الزول اللي قال اللي قول هو من دوله ثانيه صنعوا فتشوا عرفوا انه زول ما من هنا عرفت يمشي يشوف بلد وين ولا يقعد، لكن احتر من هنا يدخلوا في الجيش ده، والكلام الشغل بتاع الفهم القبلي والوسخ والتعيين بالقبليه والضباط بالقبليه والعنصريه والكلام ده، الجيش الجديد ما بيكون فيه فهم زي ده، ما بيكون فيه فهم زي ده، والكلام ده لازم تجيب كل الناس، يعني السلام بتاع جوبا ده طبعا فيه حاجات خلت الناس التانيين ما يجي يوقعوا، عرفت؟ في حاجات ما اتوجدت في المجرمين ده اللي هي الشروط بتاعت الثوره ذاتها، حل الملايش الناس دي رافضين انه يحلوا ملايشهم، عشان كده حميدتي ما بيقدر يجيب سلام مع الناس دي، عرفت؟ اول كلام الناس بيقولوا انه حميدتي ماشي قال شيء بقاش بقاو شنو هو مخير، لكن ماليشي في نظر الناس في نظر الدنيا كلها ونظر المواطن السوداني، امشي اساله يا زلمه في السودان قول له حميدتي ده شنو؟ بيقول لك ماليشي، خلاص حل الملايش، انا ما بتفاوض لي مع ملايش، كان قبلنا نتفاوض نقول له لكن باساس انك انت حتنحل وحيتم دمجك في جيش واحد، ما في حاجه جيش حق قبيله، ما في جيش حق ولايه، عرفت؟ ما في جيش حق خشم بيت، ده كلام فارغ، ما في جيش يكون ولاء لشخص،
ما في كلام زي ده. لا بد ان يحل الملاجئ دي، لازم تتحل الملاجئ دي. الحاميه منه حاميه البرهان نزات جيش البرهان ده هو الموقف الملاجئ، والملاجئ دي بيدفع على امنه، بيدفع على المواطن السوداني ده. كان حميتي كان شركه الجنيه ومصايبهم دي، هم بيسرقوا من ذهبك، بيسرقوا من دمك انت، من ضرائبك، ويقول لك قال نحن دعمناك. انت ما تدعمني يا زلمه، انت منو انت زاد حميتي، انت منو انت زاد عشان تدعمني انا، ويستفز من المواطن السوداني كانه هو قاعد يدعمنا نحن من جيبه، كانه بيشيل من جيبه ويدعم في 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 الخ... ده حقنا نحن، نحن كشعب السودان ده حقنا نحن، دي مواردنا نحن. انت تقول لنا تيجي تمين على تيجي تقول لنا قال دعمنا دعمت بمليون دولار ولا كم مليون دولار، من حقنا نحن. يلا لا لا، وهو زول يعني لا يستوي، زول خفير بتاع مزرعه مفروض ما يبقوه. يلا المهانه للدرجه دي، الدنيا كلها بتستهين بينا لانه نحن محكومين بناس طير ساكت، وفي ناس مصرين انه الطير ده بس هم بس يحكمونا. يا اخي قول لي يا بشر، الثوره بتاعتك ما بيقول الكلام ده يا اخي، ده كلام فارغ ساكت. نحن لو دارين يحكمونا ناس زي ده كان تخلوها زي ده، كان تخلوها زي ده، بس خليها ذاك يسوي الدار يسوي، لكن يحكمونا ملاي زي ده. ده كلام فارغ ساكت. يعني نحن عملنا شنو هسه؟ ما نحن هسه دمرنا بلدنا، دمرنا نفسنا، مكننا ناس مفروض هم يكونوا انتهوا ذات. من يوم شفت من يوم السقوط بتاع البشير ده، الملاجئ دي المفروض يكون ثاني خلاص، ما عنده هنا سلام ده يجمعوه يسلموه خلاص، يمشي ينادوهم بعد ذاك التابع اللي عندهم حل ينادوهم، اللي ما عندهم حكايه يمشي بلدهم خلاص. البشير سقط، زول جابكم انت امشي، وامشي بلدكم، جيت من مالي تمشي مالي، جيت من النيجر تمشي من النيجر، جيت من الشاد تمشي شاد، لكن هنا ما عندك حاجه. لكن الجيش المجرم ده، الجيش لانه هو ما داري يحارب، والجيش بقى بس هو الصفوي، والجيش بقى هو كله مؤتلج سياسيا. الجيش قال لا لا، قال الملاجئ دي تكون باغيه، الملاجئ دي هو عنده لا شغل، شغلها وين؟ عشان تقتل المواطن حقك، عشان تبيد المواطن حقك، عرفت؟ حميتي ده شغل كويس ما عنده شغل كويس. واحد كده الزول زي عمك ذاك بيجي بيقول لك حميتي ده زول رجل 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 فاضل ورجل شنو. حميتي ده شغل كويس ما عنده، حميتي ده بدا في حرب ومستمر حرب وقتل ودمر، اي زول بيجي في طريقه بقش، عرفت؟ فبالتالي الناس الملاجئ دي خطر علينا كلنا، حتى الزول اللي بيقول الليله حميتي ده كويس وزاد، حميتي ده عليك انت زاد خطر، دقاك في جوز دنجو وطلع انه انت متخابر ذاتك معه، عرفت؟ لانه شغل كيزان عشان خلاص تقضوا على الله. وجزء قال لك دي جات جزء من الديل بتاع الحبوط الناعم، انه خلاص لا 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 العدل والمساواه لابد ان تنتهي. تنتهي كيف؟ يدقوها، يدقها منه، يجيبها يدخلها في 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 زمين وتنضرب، والجيش بتاعه ينشلها، والجيش ده دم ده عيالنا نحن، ده دمنا نحن. يلا يبيعوا عمك المجرم الكبير، ولانه خلاص الجيم بتاع الكيزان، الحرب بتاعتهم بتاعت المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني انتهت، خلاص ما في داعي لوجود الدعم، لوجود العدل والمساواه، فبالتالي لابد ان تنتهي. تنتهي تنتهي لانه ناس الشباب اللي جوا ده ناس صادقين مؤمنين انه هم ساروا من اجل اهلهم وكلام زي ده. لا يلا لو جاء قال لهم انه خلاص الجيم ده انتهى، الجيم از اوفر، الناس ما صدقوا، فبالتالي لازم يدخلهم في كمين، ولازم يبيدهم ابادهم لك شك، ابادهم لك بمؤامره منه هزات. عشان كده هسي هما هاميو انه اللي يحكم منو ولا هناك هو بس حيكون قاعد. وهسي كمان بقى شنو؟ طبعا حمدوك ده يستاهل، لانه نحن قاعدين نقني، يقول لا ارجع للشارع السوداني، خل انت تعال قول لنا الناس اللي عملوا كده، الجيش ده وقف ضدك في الحاجه الفلانيه، نحن مسكت الجيش ده. لكن انت زول ما سمعت نهائي، ما سمعت لاي زول، ما سمعت الناس كواك، كل الشعب ده بيقول لك حمدوك يا اخي، حمدوك اسمع علينا نحن، اسمع للشارع السوداني، اسمع للشارع ده. زول اللي بيسمع للشارع بيمشي لقدامه. عملت انا الحامل درجه ووصلت في خطك، الجيش ده يتمكن منك. بس الليله ده ما في حل، ما في حل، سقوط تام، بس الناس كلها تسقط. بعد ذاك الشارع جا قال دايرينك ذاك مخيرين، طبعا نحن ناس ديمقراطيين جدا، لكن الجيش ده الجيش اللي وقف ضدنا والقتلنا ودمرنا ودمر ناسنا ده، الجيش ده لابد ان يسقط، ولابد ان يحل ذاته، يحل سوف يسقط القاده حقينه، يحل الجيش.